سمكه سمكه بتجر سمكه سمكه. ولا حمص انت، هذا حمص. ايه ده حمص؟ ايه يا معلم؟ ايه مالك؟ مسودها علينا ليه على الصبح؟ هي إيه ليله صدى عليك وعلى دماغك؟ ليه كده؟ الموج عالي ومحدش هيهوب نواحي البحر ابدا. يا عم وهي هتفرق مع العالم اللي هنا دول؟ ما كل واحد فيهم هينزل في البسين بتاعه. ينزل فين؟ البسين، مش كل الفلل اللي هنا فيها بساين. ثانية واحدة، احنا خلصنا من البسين لما هنخش في الفلل؟ في ايه؟ اسمه بسين بالنون. انت مش فهمت اللي انا قلته؟ ايوه. خلاص بقى حمص. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ معاك استباحه؟ على الصبح كده؟ يا ضم اللي هم سموها استباحه ليه؟ لا انا الصراحه معيش. طب انا معايا. تعالى نولعوها. لا 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 لا، تعالى نتدارى والنبي حمص. تتدارى ليه يا عاد؟ انت الامن، مفيش غيرنا هنا، انت الامن لازم تسيطر. يا عم انا مسيطر. سيطر كمان. اهو مسيطر. اكبر وسيطر. سيطر تولع. يلا نولعها. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نتدارى. احسن لحسن، انا خايف من بتوع الامن. يلا بينا. ثانية واحدة، ثانية واحدة، نسيت والزيتي بس اخدها معايا. طب يلا بسرعة. اللي قبلك يخليلك. العب يا سمك. طب العب يا سمك البنات. ياه ياه ياه، اخيرا جينا الساحل الشمالي. ده ابويا كان بيخلينا نفط في الترعه ويقول لنا دي غمصه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت يا لحنتوسه تعال شوف الملك والملكات اللي بقينا فيه. اه كراسيا. ايه انتهطل يا يي اللي يي. قوم يا دفهم يلا شوف احنا فين. انا جايبكم في انضف مكان الشاحل السمالي. هي دي الحياه. اه هي دي الحياه يا مش قمصه اللي ابوك كان قرفنا بيها. هي دي الحياه يا عم الحاج. آه. احنا عادي كنا ابوك كان حاططنا في قلب كومودينو هناك. اه ياد والله، ده احنا كنا قرفانين من ابوك، ده قرف حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ايه رايك ياد في المكان؟ انت قاعد على الشمسيه دي؟ اه الشمسيه دي. لا انا ما اقعدش على الشمسيه دي، انا هقعد على الشمسيه دي. قال يعني هي الشمسيه هي اللي قال يعني ياد هي الشمسيه هي بقى اللي هتظبط الدنيا. انت بتقول اي كلام. اهو الشمسيه هي يا سيدي اهي اللي انت حبيبها اهي. ايه رايك بقى في المكان ده؟ مكان رائع جدا. اه ياض مش بقول لك انا اللي جايبكم فيه، اوعى تجيب سيره جمصه دي قدام ابوك تاني. انا مش هجيب سيره جمصه تاني في اياته حته قدام ابوك. كل ما اجيب سيره جمصه يقول لي هناك ما بندفعش حاجه وهنا بندفع ويك ويك وكلام غريب كده يا عم الحاج. ابوك لما يجيب سيرتها هقطش ودنك على طول وما تسمعش الكلام. انا مش هفتح بقي. طيب ياض ياض حط الحاجه هنا ياض. هو ما فيش ولا بني ادم في قلب البلاد غيرنا ليه؟ ياض ما انت مش فاهم، هنا الناس بقى في الساحل السمالي دول بينزلوا في العصاري، مش زينا في جمصه بنفط من فجر الله. ايوه صح عندك حق. اه يا عم هنا ينزلوا في فكرتني بالفط. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ سبح الملك لله. استنى ازرر الزرار. هتعمل ايه علشان خاطر اعمل ايه؟ هوبا استنى. سيبنا عوم يا عاطف، سيبنا عوم يا عاطف. الله يخرب بيتك يا ده، سيبنا عوم يرجع يا عم. يد انت ايه يا في ايه يا هعوم؟ هتعوم هتنزل ببوكسر ابوك؟ ما انزل بايه يا ده؟ احنا في الساحل الشمالي، تنزل بده مثلا. ايه ده بس شفت الحلاوه دي؟ يا لهوي رايح فين يا عم؟ سيبنا عوم يا عم. سيبنا عوم. استنى يا عم. سيبنا يا ابو سيده. الله يكرمك. انت غريب يا جدع. ثانيه واحده انت وهو. ثواني انا بتكسف بس. استر نفسك يا اخويا. ماشي حاضر. انت رايح فين؟ بتفط ولا اكنها ترعه؟ طب في بلدكم ايه يا عم؟ هنزل اعوم يا عم الحاج. يا عم هتنزل تعوم؟ لو نزلت هتموت. ليه انا جايب مايوه مخروم؟ يا جدع انت عبيط ولا ايه؟ مفيش نزول ميه. لا انا هنزل الميه وبتبقى الرايه السوداء دايما وبننزل الميه في قلب جمصه عادي يعني. افهمني بس يا عم بوحه، والله الموج عالي هتغرق. لا انا مش هغرق، انا بقول لك ايه يا عاطف؟ اتعامل معاها انت. معلش لا معلش معلش يا عمنا، انا اسف جدا، احنا اسفين، احنا مش هننزل هنا تاني، هننزل في البسين بتاع الفيلا. برضه؟ طب هو قال جمصه؟
انا ما قلتش قمص. يبقى انا قلت بسيم، انا اسف. يا جماعه والنبي الحاجات دي راعوا الناس اللي حواليك. شكر يا عمنا قلبي شكر. ولا لو جبت سيره قمص ده هضربك 180 شمشم على بقك. والله العظيم ما هفتح بقي يا عاطف. ماشي خلاص. بص احنا هنقعد هنا شكلنا مش اسبوع بس، ده احنا هنقعد 25 سنة يا. ايوه بقى، بس الناس هتظهر امتى بقى والحاجات؟ الناس هتظهر في العصر، اسمع مني، هنا الناس بتصحى العصر. يا عاطف يا عاطف. يا فاتن يا فاتن. طب بيسي 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 وبعد كده عن قميص. انت خبط ايه شغل قمصة ده؟ ايه يا عاطف في ايه؟ قمصة ايدي اللي احنا كنا بنصيف فيها. عشان تعرفي بس ياما، ابنك عاطف لما يتكتك ويمخمخ. اخرس ادي يا عاطف. حاضر يا ماما. وبعدين عايزاكم تتصرفوا كده بتصرفات كويسه وتكونوا مؤدبين، مش عايزين الناس اللي هنا يقول علينا بيئه. ايوه الله ينور عليك، الناس اللي هنا لو شافوكوا اصلا هيطردونا من هنا. اخرس ادي يا عاطف. حاضر يا ماما. واستنى انا اديلك ابوك. انده ابوي. يا زينهم يا زينهم. ايوه يا ولية. ايه منوره يا وليا. بنورك يا اخويا. والله العظيم قمر على البحر. اخلص يا زينهم. يخرب بيت ايامك اللي مش معديه معانا دي يا وليا. بتقول ايه يا زينهم؟ لا ده انا بكلم عيالك مفيش حاجه. بحسب. احط الحله فين؟ ايه فين الشمسيه بتاعتنا دي؟ هي دي يا ماما. حطها هنا هون. يلا طيب ماشي. ايه يا ماما هي الحله دي فيها ايه؟ اسم الله على مقامك، فيها شويه محشي وفسيخ. محشي وفشيخ؟ في شيخ هنا يا ماما؟ ايوه هنا. امال ناكل في البيت ونوسخ وقعد انضف وراكوا؟ فاضيه انا للتنظيف ولا ايه؟ لا فاضيه نلف المحشي ياما. عيب ياض يا عاطف، احنا ما بنوسخش ورانا، احنا كل اللي هنعمله بعد ما ناكل نحفر فحره هنا وندفن كل حاجه فيها، ولا من شاف ولا من دري. يخرب بيت افكارك المنيله يا وليا. في حاجه يا زينهم؟ مفيش، ده انا بكلم العيال مفيش حاجه. ياما حرام عليكي، فحر ايه ياما؟ احنا هنا مش في جمصه ياما. ياما معلش، الزباله بتاعتك انا هلمها في كيس واوديها في اي مكان. وليك لمها في كيس؟ امال احنا نحط هدومنا فين؟ لا احنا نحفر على طول وندفن، ولا من شاف ولا من دري. لا انا مش قادر، انا استحمل اكتر من كده. بقول لك ايه يا حنتوسه؟ ايه يا بابا؟ انا مزنوق، مفيش حمام هنا ولا اي حمام. طب في حد شايفنا؟ ولا اي حد. طب يلا بقى لحسن، والله ما قادر. استنى يابا، هتعمل ايه؟ ايه صورتك هتتهز قدامي يابا. يا ابني صورتي تتهز احسن ما تهز انا كلي على بعض يابا. ما ينفعش اشوف. والله ما قادر اموت، ما ينفعش اشوف الحاجات دي يابا. طب اعمل ايه؟ مش قادر. بص يا زينهم، في شجره هنا على اول الشارع، روح وراها احفر فحره واعمل اللي انت عايزه، ولا من شاف ولا من دري. خرب بيت افكارك المنيله يا وليا. ايه؟ مش قادر يا اخوانا. بتعمل ايه يا عم انت؟ عايز اعمل حمام دلوقتي. تعمل حمام هنا؟ امال اعمل فين؟ قول لي. انت عبيط يا عم انت، وانا اقول له ان الميه بيغير ليه؟ انا ما عملتش لسه يا عم. هو انا الصفون اللي في الشط ده ولا ايه؟ خد يا عم. انت يا عم ياما حرام عليك ياما، اللي انت بتعمله انت وابويا ده ياما. ايه؟ ايه ايه هتقعدي تقول لي ايه ياما؟ حرام عليك. ايه حرام عليا ايه يا ولد؟ ما تتكلم. ياما حرام عليك، هتخلوا فضيحتنا بجلاجل. ليه؟ بلا جلاجل بلا حناجل يا اخويا، هو احنا جايين شفقة ولا جايين تسريبة؟ ده احنا جايين ودافعين قد كده هون في الشقة، وأي واحد فيكم هيتكلم ملوش عندي غير الشبشب، ماشي؟ بقول لك إيه يا عاطف، ما تلم الموضوع بدل ما نتشمبر على الصبح. حاضر، لا حاضر، حاضر، خلاص يما، خلاص يما، بس الله يبارك لك والنبي يما ما تعملوا الحاجات دي هنا. طب ماشي خلاص يا عاطف. حاضر يا ماما. الله. جرايد، مجلات، مجلات، جرايد. جرايد جرايد، إلهي يا رب تتشلع السرير يا اللي بتاخد مني التحرير، إلهي يا رب تعمل الدور الرابع يا اللي ما تاخد اليوم السابع، إلهي يا رب تحبات محروق يا اللي ما تاخد مني الشروق. حد عايزني؟ أهو ده اللي غيظني. ألف شكر يا عمنا، مش عايزين منك حاجة.
ليه يا استاذ؟ الله، هو انتوا لسه واصلين؟ اه يا عم لسه واصلين، وشكلنا هنقعد هنا يمي 30 سنة كده. ماني بنقوله كده برضك، اصل من شوية ما كانش لسه حد جاي القرية. جرايد؟ لا ألف شكر، مش عايزين جرايد، وإله يجي لك البواسير لو دعيت علينا تاني كتير. ايه يا استاذ؟ ايه ما تخلص يا اخويا، الواد قال لك مش عايز جرايد، مترش. ايه يا حاج الله، بلاش نسترزقه ولا ايه؟ استني يا اما همشي راجل كده، ما ينفعش. خد هنا. ايه؟ ما تجيب جورنال الاخبار. اه اتفضل يا استاذ. احلى طبعا. ايه ده؟ ايه؟ ده اخبار وحشه. وحشه؟ اه. شوف ده بقى، اخر صفحه هتعجبك. اخر صفحه؟ اه. الله، برد وحش. ليه يا استاذ؟ الله مش عجباني. مش عجبك ليه؟ مش عجباني وخلاص، انت هتكتر معايا. معلش يا عمنا غيره له، معلش. اهو امسك يا رب. ايوه كده. ايه؟ الزمالك خد الدوري؟ لا ما خدش الدوري، للاسف ما خدش الدوري. وامسك بقى الجنان بتاعك ده. ألف بعدين يا استاذ، هتشتري ولا ايه؟ لا شكرا، انا مش عاوز. ازاي يا استاذ؟ ده بعد ما تصفحها مش عايز ياخد ولا واحد. في ايه؟ اوعى ياض، في ايه؟ الواد بيقول لك الاخبار مش عاجباه، مش تنقوا البضاعه اللي انتوا بتبيعوها. يا ساتر يا رب، الله يطلع لكم ضب. تبتدي عليا؟ ايوه. خد يا عمنا، خد يا عمنا، معلش ياما انا اسف، معلش. تعالى يا عمنا اسف، انا هديك اللي انت، انا لبسته بالمتشقف. بص يا عمنا. ايوه. اهو. خد يا عم الفلوس اهي، واديني كل الجرانين اللي معاك. اتفضل يا استاذ. الف شكر يا عمنا. الله يخليك. الله يقفشكم يوسف يا اللي ما تاخد رزق اليوسف. ايه اللي هتتشل وما يلاقوا لك حل يا بعيد؟ انت اشتري كل الجرايد؟ ما هي الفلوس دي ما انت مش تعبان فيها، مصر زي ابوك. ما خلاص بقى يا ماما. اخلص ادي عطش. حاضر يا ماما. الله. اقعدي يا اخي. اهو ادينا عطش مستنيين. ايه ده اخرس؟ ايه ده؟ غلبان. بسم الله ما شاء الله. ايه ده بتباع عوامات؟ اهو النبي غلبان. غلبان؟ اهو النبي. لا حول ولا قوة. تبيع اي حاجة. تبيع اي حاجة؟ اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. طب العوامة الصغيرة بكام؟ 3 جنيه. ده انت عايز 100 بلقة على بوقك لانك راجل ظالم. طب عيك يا عمار. طب العوامة الكبيرة بكام؟ 6 جنيه. اللي افترى اللي انت فيه ده، انا هضربك والله. ابا ابا ابا. طب بذمه اهلك يا اكل، عامة السيجاره دي بتجيبها بكام جمله؟ ب 4 جنيه. ايه ده انت بتخسر يا اوه اوف. الله، خلي الناس تغرق. خلي الناس تغرق؟ بايظين؟ بايظين بجد والله. الله، ايه ده بيغرقوا دول؟ اه طبعا مخلومين. أوه. بيغرقوا في البحر. حطوا تعب. بيجرقوا على الشط ولا ايه؟ على الشط تموت. بيجرقوا؟ الله، اموت على الشط. حطوه. طب الله يبارك لك. بص بقى، ايه؟ انا عايز 3 بيجرقوا جامد. ايه؟ ماشي، عشان ابويا وامي والنبي عايز اخلص منهم. قول يا قول يا قول، دي عشان بيبي. قول دي عشان بيبي؟ أوه. ماشي، الف شكر. بيجرقوا حلو ولا اي كلام؟ بامانه الله. الله، عشان لو ما غرقوش هيبهدلوا. يا ابني على ابو شكلك في ايه؟ ده انت عيل رخم صحيح، وعملوا اللي عم ميت او شكله يقرف الكلب. ده حاجه بجد. انا عاطف ولا ايه؟ ايه يما في ايه؟ في حاجه؟ لا يما مفيش. يما عم انت هنا. عم يا عم ايه؟ ايه ده؟ هو انا لسه خلصت؟ ايه ده؟ ما خلصتش انا لسه. ما لسه استناك اما تخلص. طب ما اخلص هناك احسن ما اخلص هنا قدام الناس. هات يا عم الكرنيه. هات الكرنيه يا زوبه. حاضر. هو في حاجه ولا ايه؟ يا راجل غريب قوي، لازم يشوف اهو يا عم. ما دام انت يعني واخد شقه وبتاع، ما تعملش حاجات مش كويسه دي فيها ليه؟ يعني عايزنا اوسخ الشقه؟ انت مغفل يا عم. اجري يا عم. خلص يا عم، مش قادر والله. شكلكم مستبحين زينا. زينا؟ زينا. ده انت عسل بقى. معلش هقول لك على حاجه، اصل ابويا زي ما انت شايف راجل كبير وعنده السكر. وانا عندي الشيخ. وانا عندي وعد. خلاص. انا عندي وعد معاك والله. اقول لك على حاجه انا ماليش فيها يا عم، انت لازم ابلغ عماره. ايه؟ ايه؟ الاداره. اه اوعى ياض يا عاطف. خد ياض، مد ايدك، جيب حاجه لعيالك. انا مش متجوز.
خلاص يا خفيف، خليهم معاك لغايه ما تتنيل وجيب لهم حاجه. انت بتديني رشاوي ولا ايه؟ لا ده عايز يتربى، خش عليا يا عاطف. انت تاكل 100 بلجه على وشك المكرتم ده. لا 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 استناني بقى يا عاطف، انا هتعامل معاه. خد هنا يا عم الشاويش عطيه، خد. هو انت شارب حاجه؟ يا عم مش هنقول انا اقول لك على حاجه حلوه. ما تيجي بقى نطلع للمدير؟ لا خلاص والنبي والنبي، وبعدين الحاج تعبان يا عينه عنده السكر. يا سلام، انا كنت ناطط من على السور من شويه. اوعى اذنه، هات ادي الخمسه جنيه. اتفضل يا حاج، ولو 10 جنيه دي هديه مني ليكي، بس والنبي ما تجيبي سيره عمار عشان ماشي. زق عجلك يلا. السلام عليكم. يلا السلام عليكم. جدع يا دي يا حنطوسة، ده انت عملت معاه سليمة يا ياض. امال ايه ياما، انا رهبان في الحاجات دي. شفت يا موكوس؟ انا بتكلمين انا يا ولية ولا بتكلمين مين؟ ما بتكلمش عليك، بتكلم على الموكوس التاني. خرب بيت اشاراتك اللي محدش فاهمها. عددي. في حاجة يا زينهم؟ لا ده أنا بكلم المرور. شفت ياض يا عاطف يا موكوس؟ الواد أخوك الصغير خلص الموضوع وأنت واقف لي زي النطع. نطع؟ قصدك على أبويا ولا أنا ياما؟ أنا بتكلمش على النطع الكبير، بتكلم عليك يا أخويا. إيه ياما في إيه ياما؟ هنقعد سنة بقى نحكي في قصة الشاطر حنتوسة. يا عيلة غم يا منيلين. مالك يا زينهم، في حاجة؟ مش مالي. طب تعالوا نقعد بقى على البحر ونبسط ولا ايه؟ ما انا مبسوطة اهو. يلا انت مبسوطة؟ ده انت النكدة علينا وعلى. يلا يا ابني اقعد يا ابني، اقعد يا ابني اتبسط يا ابني، واحنا بنيجي هنا غير كل فين وفين. يابا انا بحبك قوي يابا. يابا انا عايز اتجوز. عايز تتجوز مين؟ عايز اتجوز ام الخلول. ام الخلول متجوزة ومخلفة خلول. ما يقول حاجة تنفع تتجوزها. حاضر يابا. كان في واحدة معايا هنا، محدش شافها؟ لا والله يا باشا. وديع انت بقيت بيع. شريهان شريهان شريهان، اصحى انت بقيت بيع قوي. Je veux غزي ام بيزول. Non c'est impossible. C'est impossible. المعاصر أفضل كتاب في الرياضيات بشهادة جميع الأساتذة. في إيه؟ What a wonderful day, my dear. فعلاً البحر عظيم جداً النهاردة. But why the flag is black؟ إيه ده؟ ده الفنان سيد مكاوي الله يرحمه. حب حضرتك قوي. شكراً يا حبيبي. الأرض بتتكلم عربي. ايه يا عم سيد، مالك قابش ليه؟ ايه يلا انت هتصاحبني ولا ايه؟ بحبك والله من زمان. امشي طيب، امشي عشان في كورونا اليومين دول، امشي. حموه. صباح الفل يا كبير. صباح الفل يا حمو، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. في ايه؟ في عوق ليه النهارده؟ الموج عالي ومحدش هينزل البحر النهارده، معلش سامحني. طب خد بالك بقى لحد ينزل ويحتاج مساعدتك يا حمو. لا ما تقلقش انا مسيطر. احبك يا مسيطر حبيبي. وديع. طب استاذن انا بقى يا باشا، لان واضح ان هي هتهزقك وشكلك هيبقى وحش قدامي. اتفضل يا حمو اتفضل. شريهان شريهان شريهان، اصحى. ايه الطريقه البيئه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ تتغي فالجاغ. تتغي فالجاغ. ميرسي بوكو امبيرو بنجر سكري. وات ذا هيل وات ذا هيل.
كراسة الأول خبرة في وضع الامتحانات. في إيه؟ بس يا بابي الفستان اللي أنت جبته لي آخر مرة كل أصحابي كانوا هيجننوا عليه. بس نيه عشانك يا حياتي، والله جايبه عشانك مخصوص. بقول لك إيه يا دي حنتوسة؟ ما تشغل لنا كده حاجة نروق الجمجمة شوية. أه والنبي يا دي حنتوسة شغل لنا حاجة، إحنا أول مرة نيجي الساحل الشمالي. عينيا. شغل يا ابني. قولوا بقى هما استغنوا فرحان يا ابني. فرح يا ده، اوعى تشيل هم يا. ما بشيلش هم يا. مالكش دعوة بدي خالص. بتقول ايه فينهم؟ لا مفيش، ده انا بكلم السحاب مفيش حاجة. وبعدين هو انت صغير على الحاجات اللي انت بتعملها دي؟ يا ست سيبينا نتنين نتبسط في مصيف شوية يا ولية، عايز احس انها عايز اقعد يابا تعالى اتبسط يا. حاضر يا. يلا. عارف يابا نفسي في ايه؟ نفسك ايه؟ نفسي اشوفك راجل مرة واحدة. تضغطش عليا، ما تضغطش عليا. عادي يابا في الجنة بقى. انت عايز تشوف كل حاجة؟ ما في يوم الايام. بابا يوم الايام بقى. حمو. ايوه يا باشا. ايه يا كبير؟ بقول لك يا حمو والنبي معلش. أيوة. فهم الناس دول ان هم مش قاعدين في مشطفة هنا. تمام؟ دبلاج محترم. ده غير ان ذوقهم بيئة قوي، مشغلين اغاني مش طبيعية، خليهم يقفلوا كاسة ده. حاضر. سواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عامل انا اسف يا عم مش يا عم حمو. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. والنبي اطفي الكاسه ده عشان الراجل مش عارف يقعد مع المدام. مفيش طفيان كواست يا عم. اطفي الكاسه. مفيش طفيان كواست يا عم. في ايه؟ كويس هقع والله يا عم. اطفي الكاسه تسمع الكلام. مفيش طفيان كواست وده اخرنا واللي عندك اعمله يا عم حمو. طب انده لحد كبير يا عم انت ولا بتكلمه. ولا انت عارف لو ما مشيتش دلوقتي حالا من قدامي وشفت لك موقف تاني تقف فيه انا هعمل معاك ايه؟ هتعمل ايه يا ولية انت؟ انا مش هتكلم. انا هتكلم. انا شايف ابويا يبان هفا لكنه من جوا راجل، ما تبانش مش هتحسها في كلامه بس هي جوا. خشنا قول له بقى يا انت تعرف سليمان الحلبي؟ ايوه عارفه. عارف مات ازاي؟ على خازوق. عارف مين جد المدام؟ سليمان الحلبي. لا جد المدام يبقى الخازوق. عرفت هنعمل فيك ايه؟ هنقعدك على جد المدام. من نفسك. اسفين. لا ده انا صح. شوف ايه ده يا حلاوتك؟ ايه ده؟ او ايه اعملها تاني يابا كده؟ اول مره اشوفك راجل يابا. اه ده انت هتشوف البدع. حلو قوي دي يابا. لما اقول لك ايه، ما تيجي نروح شلالات في ياجرا يا باشا. العيله دي عيله لبش ومش هنعرف نسلك معاهم. يعني ايه الحل؟ انا هبلغ الاداره. لا وتبلغ الاداره ليه؟ انا اعرف اتعامل مع الوطيان ده كويس. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الزفت على دماغكم يا عالم يا زباله. اذا سمحتم يعني بعد اذن حضراتكم يعني نوطي المستوى المتدني من الاغاني الفاسده اللي انتم بتسمعوها دي عشان في ناس راقيه جنبيكم يا عالم يا وطيه. الراجل كله ذوق والله. ما شاء الله ما قالش حاجه غلط. فعلا فينا كل الحاجات اللي قالها دي. الراجل ده شكله محترم قوي يابا. اه ده ما هناش بلفظ. شكرا يا لطخ. العفو انا مش مستاهل كل ده والله. اعمل اللي هو عايزه يا ابني. اعمل اللي هو عايزه. اسف يا باشا. ثانية واحدة حضرتك، هنشغل حاجة رايقة تليق بدماغ حضرتك. شكرا. شغل يا دي حنتص حاجة للمزة كده نضيف. شغل حاجة فرنسي. حاجة أجنبي بقى. حاجة فرنسي. ماشي يلا.
أنا ابنك يابا، ابنك ابنك والله. شكله هينفجر. ايه ده حضرتك؟ ايه ده حضرتك؟ ده حضرتك شكلك من منطقه شعبي وابن بلد. انت منين سعادتك؟ انا من المطريه، من عزبه حماده. من عزبه حماده. ده انت عازم قرايبك كلهم بقى. ماشي يا عم. على فكره انا منها يا باشا. فعلا؟ انا من المطريه، من عند الرشاح كده. ده طلعوا قرايبك انت على فكرة. هم اصحابنا. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ده انت نضيف يا باشا. ايه ده؟ انت ابتديت ازاي بقى؟ انا ابتديت من البودرة. اشتغلت اقذر المهن في العالم، وعملت كل حاجة ممكن تتخيلها، وخنت ناس صحابي عادي جدا. كنا نروح نشرب عصير عند العربي بتاع مصر الجديدة ده، عارفه؟ عارف. احط لهم شطة في العصير، اشرب وارجع جنبيهم. قذر يعني. لا باين على حضرتك، ما تقولش. انا فاهم. الحمد لله. شكرا يا لطخ. ايه ده؟ ما تحترمنيش والنبي بقى. اجير والله. انت لطخ يا ابني، لازم تحس بنفسك. في ايه؟ يلا يا ابني، يلا يا ابني، اقعدوا اتبسطوا يا ابني على البحر. يلا يابا. يلا يا ابني. يلا يابا، ده الراجل ده ايه يابا؟ ده ايه الفن والحلاوه ده يابا؟ انت بتكسس هنا يابا. وديع. في ايه؟ ايه الطريقه البيئه اللي انت بترقص بيها دي؟ شريهان اصحى. جي فيغزي ان بيزو دريكسيون. شوفوا ليه افيون. شوفوا ليه ايه؟ افيون. طحالب بالسكر. تمام. سلاح التلميذ نظافه، ريحه، توفير. بس يا بيبي احنا هنروح الديسكو النهارده. عندي الضمه شده عليا والله. ما ايه راي سعادتك في الاغاني اللي كنا مشغلينها؟ لا دي اغاني زباله يعني. اتفرج بقى انا هعمل ايه في الكاسيت ده. اتفضل. يا المعلبيه يابا. المعلبيه نزلت الجمعيه يا بابا. المعلبيه جت في الجمعيه. انا عايز منك يا بابا. يابا انت متجوز يا جدعان. ها يابا. جت سيبيار حلوه. خلاص يا جماعه، في زومبي على البلاد. اي حد يجي يمسك زومبي هنا. في ايه باشا؟ مرات حضرتك حلوة قوي يا باشا، ما عشان كده اتجوزتها. متخلف. في ايه؟ مين اللي متخلف ده؟ انت وابنك. ايه ده؟ لا اقعدوا. اقعد يا ابني. اقعد يا ابني. عدل يا ابني. في ايه؟ في ايه يا باشا؟ في ايه؟ انت عشان غني يعني هتعمل اللي انت عايزه معانا ولا ايه؟ الحمد لله انا ادوس عليك. انتوا زي السوست يا ابني، طول ما انا دايس ما تضربوش في وشي. طب لما انت غني كده كنت تجيب شعر بدل ما انت سايبها كده. فين فلوسك؟ دي احدث قصه في الصين يا متخلف، دي قصه جيت لي. انت ايش فهمك انت؟ انت بخيل اصلك. لو عندك انت جاي صحراوي ولا ايه؟ الاسكندريه؟ لا جاي من طريق الشوك، عشان انا عارفه وعارف طرقه كويس. انت عارف انت بتحلق فين؟ بحلق فين يا اخويا؟ بتحلق عند الجنايني، بيجيب مكنه جز الحشائش ويخرط في دماغك. انا عارف الحلقات دي. طب ما تكلمنيش بقى بعد كده غير اما تقلع الخوذه بقى. يلا. الله يابا. حلوة قوي يابا. ياه يابا. ايه ده؟ مواقف الرجولة في حياتك قليلة بس حلوة. ما تخلص انت. الواد ده فرقة رضا على فكرة. فريسكا. ايه الهطل ده؟ انت يا ابني مش اخرس يا ابني؟ يا ابني ده اخويا التوأم. ايه ده؟
انتوا اتنين، واحد اخرس واحد بيتكلم. ايوه يا عم عادي بتحصل فيه. طب بتبيع ايه يا عم؟ ببيع فريسكه. ايه ده بجد والله؟ الفريسكه السجاره بكام؟ 6 جنيه. طب اضربه بالشبشب على بقه ده ولعني بقه بايظ. في ايه يا ابني؟ يا ابني في ايه؟ انت ظالم زيك زي اخوك بالظبط. ايه يا عم في ايه؟ الفريسكه الكبيره بكام؟ 6 جنيه. يلا والله انت ظالم قوي. انت مفتري. يلا انت الاهبل. ايه في ايه يا عم؟ في ايه؟ انت واخوك هتجننوني. ليه؟ اخوك اخرس وبينطق الارقام وانت بتتكلم واخرس في الارقام. ايوه يا عم اخويا مادي، انما انا انساني. انساني بقى من دماغك يا ده بتاع الفريسكه. تعالى هنا. اصبر يا وليه. شاوي. ايوه يا باشا. شوف المدام. ايوه شاوي. ايه هتعمل؟ شوف الواد المنكوس يسيبني ويروح للمنيل على عينه. ودين اللي اربيه هربيه. شوقي هات لنا زي كل يوم. احلى حاجه ليكوا. اتفضل. هات حبه من الطفح ده اللي انت بتاكله لي. والله ما عارفين بناكل. حاضر يا باشا. اتفضل. ايه مش هتدفع ولا ايه؟ لا اديك انا يا حبيبي. ربنا يخليك. خد يا شوقي سابق حاجه اهو. ماشي يا باشا. انت ايه ده بتاع فريسكه؟ ايوه يا وليه جاي لك فيه ايه؟ الله انا ياد مش اديتك حس الاول؟ ما الباشا ناداني ما اقدرش اعصله. ايه يعني ايه الباشا ناداك؟ هو احنا مش بني ادمين وبالنادي برضك ولا ايه؟ انتوا على دماغي يا هانم. عايزه ايه؟ عايزه زيهم. انت عارف هم خدوا ايه؟ ماليش دعوه. عايزه زيهم يا عم. عايزين فريسكه زيهم. هات هات حبه حلوين كده. خدي. ايه؟ اتفضلوا. هاتي فريسكه يما والنبي. امسك ياض. فريسكه يما قبل ما اموت. بكام دول؟ 30 جنيه. كام يا عاطف؟ 30 جنيه يما. ليه 30 جنيه؟ هو كده. مفيش هو كده. هات. استنى شمها الاول. ولا حد. طهقتيني. اخرس. هات يد. لا يما كملها. اكمل. هبوظها يما. بوظها. خدها. هبوظها له خالص. هجيبها من مصارينك. هات. يا ولية بتفصلي فترة يا ولية. كل انت يا حنتوس. امسك ياه. انتوا مجانين ولا ايه؟ انتوا بتديها لي بعد ما اكلتوها؟ احنا كلناها كلها. لا احنا كلنا قد ايه منها؟ ربعها. يبقى تاخد 7 جنيه. وليه وليه 7 جنيه كتير؟ هي 5 جنيه مفيش غيرها. انتوا مجانين ولا ايه؟ ايه العلب دي؟ ايه؟ ايه العلب؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت شغال من الصبح لوك لوك ويك ويك وانت عايز ايه مننا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ وانا وقعت فين يا جدعان؟ وقعت في جهنم يا خفيف. لا ده احنا اسكندريه وناخدكم على القمه. ولا تعرف تعمل حاجه. يعني ايه؟ ايه اللي يعني ايه؟ ايه يا وليه؟ متجوزه هفق؟ بتقول حاجة يا زينهم؟ انت فاكرة النفق اللي انت كنت مزنوقة فيه وانا طلعتك؟ فاكراه؟ فاكراه. اهبط يا زينهم. ايه؟ اهبط. اهبط. انا رايح المدرسة. ولا حنتسة. ايوه يابا. ايه رأيك ياض نحفر فحرة هنا وندفنه فيها؟ ولا من شاف ولا من دري. لا انا عندي فكرة احسن من الفحرة. ايه؟ احنا نحطه في قلب صندوق الفريسكة. ونمشي نبيع بيه في قلب البلاد. مش كعور ياض. ايه ده يا باشا الحال يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ ايه؟ بتفتروا على الولد ليه؟ وانت بتحنق له قوي كده ليه؟ كانش ابن خالتك. كانش ابن خالتي؟ طب روحي اندهي الراجل بتاعك اكلمه. يلا. مفيش رجالة. مفيش رجالة؟ لا مفيش رجاله. امال ده ايه؟ خيار البحر ده ولا ايه؟ خيار بحر. بالراحه على الواد. بالراحه على الواد. ده انتوا قلالات الادب. قلالات الادب؟ طب والنبي ما هتكلم. تعالى يا زينهم كلمه. في ايه؟ في ايه مالك انت؟ احنا اتكلمنا. انتوا اتكلمتوا ايه؟ مين اللي كلمك وهزقك؟ مراتك. تبقى تديها بالجزمه. مالناش احنا ده. احنا عملنا حاجه؟ والله يابا ما عملنا حاجه. احنا بنتشتم على طول. احنا نهبط مكاننا وخلاص. لا ما تهبطش. لا بس انا عارف قلقكم ايه. انتوا امن المترو يجريكم يا زباله. اشوف القميص اللبني دلوقتي تبقى عامل زي عايزه فوق يا طالبه وتقعد تسيب كده. يا سلام يا سلام. احكي له على جدي. انت تعرف سليمان الحلبي؟ جد المدام اللي حلبه. تقفلتها لي يعني؟ بفكر لك فيها من 4 ايام هنا. قاعد اشوف اقفلها لك ازاي. ماشي. حاسبني انا يا باشا بقى. هحاسبك يا حمو يا حبيبي. يا شوقي ما اتجننتش. خد يا شوقي. ربنا يخليك يا باشا. ساب الحاجه دي وودي صفاق على المطبخ. ماشي. ماشي. ايوه كده هو. ناس ما تجيش الا بالعين الحمراء. انت كده صايع. انا مش فاهم. وانت ايه يا ابني؟ انت ايه؟ يا
يلا اتكل على الله روح اقعد معايا. تعالى ده المظلوم في الكوكب كله والله. لا بجد حاجه دريكسيون خالص يعني. بقول لك ايه، هات رغيف عيش. خدي مصدر كوتش. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ورحمه ابويا دول عملوا بيبي هنا دلوقتي على البيت. بيبي؟ لا يا حبيبي ده اسمه فسيخ. اسمه إيه فسيخ؟ ايوه اسمه فسيخ. يلا بالطبق الطاير اللي في دماغك ده امشي من هنا. يلا يلا. ايه ده؟ يا ناصر إيه عايز ايه؟ انت عايز ايه ما تسكت؟ انا مش ما تشوفه مركبه ايه في دماغها دي؟ انت عشان غني هتقعد ساكت. ايه ده؟ ايه الفسيخ ده ياما؟ دي فسيخه دي؟ ايوه هي دي الفسيخه اللي انا جبتها لك مع جهازك؟ ايوه هي دي فسيخه عن خامون دي يا وليه؟ ده انت ده امك اصلها تعشق النتان تلاقي مجاري مضروبه امك موجوده بلاعه مفتوحه امك تحت بتصلح في المواسير هايله الموضوع ده. ما تهدى يا زينهم كده قول هديت. انا هديت خلاص بقى يا ماما. اخرس ادي عطش. حاضر يا ماما. صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. صلي على رسول الله، كله يركز معايا يا باشا، اشتري لابنك مايوه العصفورة المتوحشة. اشتري لحبيبتك مايوه الرغبة المتوحشة. وعملنا البحر طحينة، وكتبنا عليها سمينة، من فوق الموج عدينا ولا حاجة تأثر فينا. وهقول لك حذر فذر، اسرح بس اوعى تفك، ايه يا ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه رأيك؟ ايه اللي جابك هنا يا؟ ايه؟ ايه ده انت هتقع ولا ايه؟ في الساحل الشمالي احنا اهو خلاص. انتوا مش بتروحوا جمصة يا واد؟ ايه اللي جابكوا الساحل؟ ما خلاص بقى راحت جمصة وراحت أيامها ولياليها. يبقى ورثتوا يا؟ لا مفيش، ده الرحلة دي كسبناها. في ايه؟ في كيس شيبسي. ازاي يا؟ والله أبويا أكل الكيس لقى الكومود. لا بس باين عليكم برضو مناظركم جمصة. لا يا عم شفت الميه هنا؟ البحر هنا ميه مش زيت زي اللي في جمصة. هنا دلع. بص الناس هنا تعرف هنا لما بيصطادوا سمك بيطلع بالسلطه. ابني غنى احنا مش عايشين، انتوا هتشوفوا هنا العجب والله. الحمد لله والله العظيم فرحت اني شفتك قاعد يا سيد. بس بس مين السيد هنا؟ امال اسمك ايه؟ هنا اسمي جمال كوتونيل. كوتونيل؟ خد طعمك في كيسه، ادخل اوضتك وقيسه وقول في السكرته. كوتونيل ستر وغطا. راح اصح. لا لا والله وحشني. انت عامل ايه؟ مين العيله الزباله دي؟ خافش يابا هرد يابا. العيله الزباله دي عيلتي. انت يا بتاع المايوهات. ثواني نشوف الولايه الخرفانه دي. الولايه الخرفانه دي تبقى امك. لا امك على نفسك ثواني بس. ايوه يا حاج. بقول لك ايه؟ عندك مايوه شرعي؟ ليه هتعومي في الازهر برك؟ الكلام ده في جمصة يا حاجة، عباية لف وتاخدي غطس، حلة محشي وورق عنب وتقعدي تضربه. ايه ده يا عم؟ انت بتضحك ضمك دي. ده انت لذيذ قوي ما شاء الله. يا نهار ابيض، انت عايز ايه يا وليه؟ عايز اجيب مايوه انزل البحر. هتتوبي امتى؟ هتتوبي امتى يا وليه؟ انا كنت اعرف واحدة جابت مايوه قطعة واحدة وطلعت على الساحل الشمالي وقالت ما حدش هيشوفني هناك. وأول ما نزلت البحر ماتت 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 ماتت. إيه ده يابا؟ أنت يا وليا تنزلي البحر الناس ذنبها إيه تشوفك بالمايوه؟ إيه أنا ماليش نفسي يعني أنزل زي الناس؟ أوعى يابا تخليها تنزل يابا، يابا استرجل مرة واحدة يابا. يابا انا حاسس ان انا عجزت وانت مش عايز تبقى راجل. مش مهم. مش مهم؟ امال ايه المهم في حياتك كده؟ الام هي الام، الام هي كل حاجه. يعني انا عايز افهم، الناس هنا جايه الساحل ليه؟ مش جايه عشان تنزل البحر؟ لا جايين يسحلوا. ساحل ساحل. ما تضايقناش بقى يا وليه بقى مايوه. نعيم. ايوه. ثواني اشوف استاذ حسن كامي واجي لكم بس. طلباتك يا باشا، الشمس حلوه النهارده. مش قصتك، شوف المدام. طلباتك يا مدام. ازيك يا نعيم؟ عامل ايه؟ ازيك؟ معاك ايه النهارده؟ معايا مايوه قطعه، مايوه قطعتين، مايوه ثلاث قطع. ثلاث قطع ازاي؟ بشراب كوره كده عشان الاناديل ما تقرصش في رجلك. بصي الاشكال ده الاناديل وهياكلوها دول. طب الحاجات دي منين؟ مستورده ولا ايه؟ دي كلها مستورده، دي والله من العتبه، كل الحاجات دي. ميدان العتبه برضه. خدي الحاجه دي كلها يا نعيم ووديها على المطبخ. وبابعت صفاء قبلها على المطبخ. اوكي. طب ما انا ابعت صفاء اوضه النوم وننجز بدل المطبخ والجو ده.
ايه ده؟ ثانيه بصي لي تاني كده. ايه ده؟ ده انت حوله. وايه اللي انت لابساه في دماغك ده يا ماما؟ انت عندك ماتش غسيل النهارده ولا ايه؟ خد جنيه هات فول وطعميه وطعميه. ده انت نزيه بقى، كلتها في الثانويه انا الطعميه دي. امسك خد جنيه هات كمان طعميه. بابا غنوه بابا غنوه. انت جاي تتدلع هنا؟ مش هحقق لك كل احلامك انا. نص جنيه اخر نص جنيه. امسك. عايز حاجه تاني؟ انت بتاكل؟ انا مش هاكل. انت معلم؟ انا المعلم. طب اكل ايه؟ كبده اسكندراني. كبده اسكندراني؟ سيدوق اسكندراني. سمير الاسكندراني. سمير الاسكندراني. بكام يا دي الاكل ده؟ بألف ونص. ليه ألف ونص؟ بغيرة. صح، طالما هتجيب سمير الاسكندراني بألف ونص. زود الفلفل على سمير بقى. اهو. ابا ادا ابا ادا ابا ادا. شاطر شاطر. نعيم. يا نعيم ربي عندي البحر انا معايا. ما تنساش موضوع صفاء تبعتها على المطبخ. يا سلام من عينيا. انت بتقول له ايه بقى؟ بتقول له يبعت لك صفاء على المطبخ؟ بقول له يبعت لي صفاء على المطبخ عشان بتفصص البسله. احسن واحده تفصص بسله. انت هتستهبل بقى، ده انا ياما قفشتك مع خدمات وشغالات في المطابخ. شريهان 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 اصحى. جي في غيزي ان بيزو تحالب بالعجوة. كرواسون بديمان باتون سالي ب2 جنيه فين وتوم من اسطنبولي. ارتحتي كده؟ مندل في علم الاحياء. غبيه بتضيعينا كل مره. بس انت عارف ان انا بحبك يا بيبي صح؟ انا عارف جدا والله. انت يا دي بتاع المايوهات. ايوه يا حاجه. تعالى هنا. هو ما انا هقعد اتنشور ما بينكم. خير؟ ايه وريني البضاعه. يا مفيش بضاعه، خدتها كلها الهانم. خدتها كلها ايه؟ هي عايزه ايه؟ هي بتكدني ولا بتغشني ولا عايزه ايه بالظبط؟ اهدي 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 بس. ده انا يا سلام اجيب لك احلى طلبات ليكي مخصوص. حد يتنرفز في يوم حلو زي ده؟ الشمس جميله والدنيا والشماسي، يعني دقوا الشماسي. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي على البلاش. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي. دقوا 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 الشماسي دقوا 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 الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي على البلاش. دقوا الشماسي دقوا الشماسي Thank you.
شمس واحلى شمس واحلى شمس جايين على رمي. دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا صباح الخير صباح الخير اهلا وسهلا. مين الواد مين يا عم انت؟ تعال انت واقف بعيد ليه؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا منورين. مين الباشا ده؟ مش عارف ده اول مره يجي شكله بس شكله راجل محترم. اه انتوا بادينها كده اهلا وسهلا. السلام عليكم يا باشا. اهلا انت مين حضرتك؟ انا حمو الغطاس بتاع الشط. انت حمو؟ ازيك يا أيوة. حمو صباح الفل. اخبارك ايه؟ كويس تمام والله الحمد لله. برافو عليك يا حمو. النهارده جو جميل قوي والبحر ناعم حصيره والسماء صافيه جميله يعني فعلا يوم هاي يوم. لا بس هاي. في حاجه وحشه. ايه؟ الموج عالي وفي نوه هتحصل دلوقتي. نوه وانا موجود؟ آه. ده كلام فارغ كلام فارغ يا فرفر. أمرني يا باشا. تعالى أمرني يا باشا. أهلا وسهلا. أهلا يا باشا. بيقول لك في نوة جاية تبوظ اليوم الجميل ده، معقولة؟ لا يا باشا ما تصدقش. ثانية واحدة. بيقول لي دلوقتي. لا ما تصدقش يا باشا. اتصرف يلا. اتصرف يا باشا. ألو مين؟ الأرصاد؟ مين؟ بوسي. ازيك يا بوسي؟ الفيو عبلاج هنا هايل يا بوسي. ايه؟ لا سيوفي باشا جاي النهارده عشان يستمتع بالبحر. جاي ايه؟ قول لها جه خلاص جه. سيوفي باشا جه يا بوسي فعلا. طب حاولي تتصرفي ارجوك. حاولي ايه؟ تتصرف تتصرف. اتصرفي يا بوسي انا واثق فيك. يلا سلام سلام. ها سلام. ايه الاخبار؟ النوة اتلغت يا باشا. خلاص مبروك النوة اتلغت يا جماعة، اللي عايز يستمتع بالبحر ينزل يستمتع بالبحر. النوة اتلغت؟ اه ده انا ما كنتش مذاكر غيرها دي. ده في سنة كام؟ في تالتة نووي. بس ما تقلقش خلاص تقدر تستمتع وتنزل وتبلبط في المية زي ما انت عايز باللبس العجيب ده. اهلا وسهلا يا فندم. ما تاخدش معاهم يا مومبي يعني ما تاخدش معاهم في الكلام قوي لان ده نص كنافه نص قشطه مش فاهم حاجه. هم الناس البيئه دايما كده بس انت لازم تتعامل معاهم وضع طبيعي ما دام اتجمعتوا في مكان واحد وضع طبيعي ان انتوا تتعاملوا مع بعض. اعرفكم بنفسي سيوفي ابو السيوف عايش طول عمري في امريكا اتعلمت في امريكا درست في امريكا عشت في امريكا اكلت في امريكا شربت في امريكا واتعلمت هناك البيئة عشان كده جيت للناس البيئة اللي موجودين هنا عشان أعلمهم إزاي يعيشوا. يعني حضرتك عايز تقعد هنا ولا هنا ولا تلعب في الرملة؟ ألعب في الرملة، جاي المشوار ده كله عشان ألعب في الرملة. أنا هنزل مية دلوقتي بس أنا عايزكوا تستمتعوا يعني كل واحد فيكوا يستمتع. بس معلش أنا آسف أنا شامم ريحة مش مظبوطة. الناس دول عملوا بيبي من شوية. لا ما افتكرش أنا عارف ريحة ال عارف الريحة دي كويس يعني. لا 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 دي ريحة حاجة تانية. أنا قلت من الأول إن دي ريحة فسيخ. فسيخ يا ما سمعتش الجملة دي من زمان جدا. كانت ماما الله يرحمها بتجيب الفسيخ في البيت وتقعد تفسخ بقى في البيت والريحة تضرب في الشارع كله. عشان كده إحنا في أمريكا عملنا فسيخ من غير ريحة وعملنا فسيخ من غير فسيخ. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. يا عرعر عرعر أمرك يا باشا. ما شاء الله ما شاء الله الدخلة. طب تاني والنبي تاني يا عرعر عرعر أمرك يا باشا. إيه ده؟ ده أكتر من التسقيف بتاعي. استنى. خلاص يا عرعر مش عايز حاجة. عرعر الناس متضايقين من الريحة اللي موجودة دي، معقولة؟ أمرك يا باشا. يعني شوف أي اسبراي رش أي روايح معطرات يعني اتصرف. عايز البلاش كله يبقى ريحته حلوة. أهلا وسهلا مساء الخير. عايز البلاش كله ريحته حلوة اتفضل. حاضر يا باشا. اتصرف.
لا دوره خلص. اهلا وسهلا، انا حضرتك استمتع، حضرتك استمتع، انا هقعد ورا، اتفضل. بس يعني كلمونا بطريقه مش كويسه. ضايقوك يعني يا باشا؟ احنا طبقه محترمه في المنش. ايه نعم؟ ازاي اتكلموا معايا بطريقه مش كويسه؟ حضرتك انا مش فاهم. احنا ناس من عيله اللي تحت، مش انت. من عيله اللي تحت يعني ايه؟ مش فاهم. يعني شتمنا قدامك دلوقتي، حقنا ما جاش يعني. يعني الراجل ده شتم حضرتك؟ اه لعلنا كلام مش يليق بالطبقه اللي. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت عامل قنصل النمسا ليه؟ واقف ايه؟ في ايه؟ ان احنا ناس ايه اللي لا كلمونا؟ ايه ده؟ ناس مهذبه، ما ينفعش الباشا. مين اللي ناس مهذبه؟ احنا المفروض يعني. مفروض لكن مش حقيقي يعني. اتفضل حضرتك، اتفضل، اتفضل حضرتك، استمتعوا بالبحر من غير ما تتخانقوا يا جماعه. معقوله انتوا الاثنين متجمعين في مكان واحد؟ لازم تتعاملوا مع بعض، ما ينفعش كل واحد يبقى مختلف مع الثاني. اتفضلوا استمتعوا، استمتعوا. يا سلام، هي دي الرجاله ولا بلاش؟ الراجل برنس في نفسه كده وبيتعامل معانا زينا زيه. طب احترمي نفسك عشان انا قاعد جنبي. ايه وايه يعني قاعد يا زينهم؟ وايه يعني؟ ما انت ما تعرفيش في الاصول حاجه. انا جايبك من ورا الجاموسه. اه والله جاي من ورا الجاموسه. بتقول حاجه يا زينهم؟ اه والله. تتكلم بامانه يابا. بابا تتزنق. ايه؟ عايزين ناكل بلح باللبن. انت ليه طلباتك بتاعت اغنياء؟ ليه؟ ياد حرام عليك ياد بقى ياد. وخلاص بقى يا ماما، هتفضحونا هنا والله. اخرس ياد يا عطش. حاضر يا ماما. صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. ازيكم يا بهوان؟ لو سمحت بعد اذنك. ايوه. انا اعرف حضرتك، مش حضرتك اللي كنت بتدخل تقول ني 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 ني. اتفضل اتفضل حضرتك. ني 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 ني. يلا مش هقول حاجة أنا خلاص. قولها وأنت وراك غيرها قولها. أنت يا بتاع المايوهات. أيوة يا هاني. وريني البضاعة اللي معاك ياض. معيش بضاعة أنا، البضاعة دي كلها للهاني. نعيم. أيوة خدامك يا هاني. لا لا لا، هو أنا كل ما اندهك هي تندهك؟ لا، أنت عارف ياض لو ما وقفتش دلوقتي كده ووريتني أنا البضاعة واديني لقفلك أنت واللي يتشدد لك. أنت فاكراني جوزك يا عم؟ اتكلي على الله. احترمي نفسك يا ست انتي واتكلمي عدل. ما تقف انتي الأول عدل يا حبيبتي وبعدين أنا أتكلم عدل. طب على فكرة بقى يا حبيبتي، مش كل الطير اللي تتاكل لحمته. وريني لحمته دي يا حبيبتي. ايه يا جماعة، ايه يا جماعة، ما يصحش كده. معقولة انتوا الاثنين متجمعين في مكان واحد؟ لازم تعرفوا تتعاملوا مع بعض. ما دام مش عارفين تتعاملوا مع بعض هتضطرونا نقسم البلاش. ده حاجة أنا اتعلمتها وأنا في أمريكا عشان الناس ما تختلفش. نقسم البلاش، الجزء ده والجزء ده. هاتوا لي الحواجز، عرعر فرفر، هاتوا لي الحواجز، أنا هتصرف. ما تقلقوش، ما تقلقش يا باشا. اوكي يا ماما. مدام مين حضرتك؟ مدام شريهان. شريهان، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، ما شفناش حضرتك من وقت الفوازير، ما شاء الله. اهلا وسهلا يا شي يا شي. اهلا وسهلا. ايوه الحاجز ده حضرتك ما حدش هينفع يعديه، والحاجز ده ما حدش هيعرف يعديه. الجزء اللي في النص ده عشان نراقب لو اي حاجه حصلت واي حد خالف المكان بتاعه. كده انتوا اتقسمتوا خلاص. احنا بنعمل ده كله عشان مصلحتكم يا جماعه. ماشي. لا 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 لا، المكان ضيق جدا، ده كده اوفر قوي على فكره. يعني عايز ايه؟ عايزين لو كده نقوم نروح الفيلا بقى نقعد براحتنا. انا لا يمكن اروح واسيب لهم المكان يتمتعوا بيه لوحده. نقعد هنا وسط البيبي بقى. انت بتقول ايه يا وليه انت؟ وديني يا ده عايزين، يا انا عايز اتخانق معاه والله هجيبك من شعرك افركه. ايه؟ يا اتفضل. ده احنا نكور جرايد ونهدفكم بيها. لا. مش سهلين. يا جماعه مش هينفع كده. يعني بالرغم من ان انا قسمتكم برضه بتختلفوا. ما انت يا اسطى مش شايف بتقول ايه يا اسطى؟ بعد كل الدراسات اللي انا عاملها وتقولي لي يا اسطى؟ عموما بما اتفضلي يا معلش، دول اصلا مش بني ادمين. مش بني ادمين؟ اه حضرتك، هم فعلا مش بني ادمين وهم ناس رعاع وانتوا عليه القوم، بس لازم تتعاملوا، ولما تتعاملوا من ورا الحدود. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. احنا بهايم، احنا بقر ونازلين من على الشجر. ما بلاش حكايه الشجره دي، ما انا عرفت قال يعني بترويها، ما انا عارف.
اتفضل حضرتك، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. الحدود كده هو هتعمل مشاكل اكتر، يا ريت نضيق الحدود. عرعر فرفر اتفضلوا، ضيقوا اكتر اكتر. ما تلفها على وسطي يا ابني. كده شكل القرد اللي في الجنينه. خش جوه لو سمحت. حدودك ما تطلعش، ما تطلعش دماغك بره حدودك. رجلك يا هانم، رجلك بعد اذنك. لا انت هتتمطع، هتتمطع. انا اسف معلش. اسف ايه؟ رجلك، رجلك. لا اهو. ايه؟ انا تخين. دي مفاجاه. دخل عمو سلامه يا عمى. دخلوا لي الروايات كلها في بعض. رجلك جوه لو سمحت، رجلك جوه بس. حدش يقرب، حدش يقرب. كله كده اهو، كل واحد يلزم حدوده. لا مكان بقى ضيق قوي كده. ايوه بس بتاعك، مكانك ضيق بس بتاعك. صح. اتفضل حضرتك يا وديع. عايزه ايه من وديع؟ اتهدى شويه. انا لو خرجت دماغي القناصه هيضربوني. يابا ما تتكلم مره واحده يابا. هو انت راجل جرافيك؟ طيب يا عم اتكلم يا عم. اتكلم انا يا ابا ده يا ابا. اتكلم. يلا نمشي. يلا بينا. احنا عندنا فيلا بدل الشيشه اللي احنا قاعدين فيها دي. عندنا فيلا تلمنا يا جماعه. ما انتوا كده بتعدوا حدودكم يا اخوانا، كده عديتوا حدودكم. لا لا يلا. حدود ايه بس يا عم؟ عامل لي فيها دماغ امريكاني وانت دماغك طلعت صومالي. يلا يا عطش. يا جماعه ما يصحش كده. يلا يا شريهان. احنا نبيع الفيلا الزفت دي ونشوف لنا مكان انضف من كده. معقوله تبيعوا الفيلا؟ معقوله يا جماعه؟ هتروحوا جمصة؟ معقولة؟ هنروح جمصة. ماشي براحتكم. مع السلامة. مع السلامة يا جماعة. ما يصحش كده يا اخوانا، ما ينفعش كده يا جماعة، عيب كده يا اخوانا. يا اخوانا يا اخوانا. 100 100 يا معلم. 100 100 هو ده الشغل يا معلم. 100 100 دول كانوا اخر عيلتين في القرية وخلاص. حلو قوي. العربيات النقل جاهزة؟ جاهزة يا باشا. حلو. العربيات تخش دلوقتي، الفلل اللي موجودة في القرية كلها تتفتح، تتفضى، تتعبى العربيات وخدوها على المخزن. والله العظيم انت معلم كبير. نعلق الرايه السوداء، ندخل العيال دي يعملوا عليهم نمر وحركات، نخش احنا نحط حدود ونكوش احنا على البلد كلها. ده انت معلم كبير والله. امال ايه يا ابني؟ ما متعلم منين يا ابني؟ متعلم منين؟ اهم حاجه هنخلص ده هنا، نطلع القريه اللي بعديها نقسمها ونوزعها. القريه اللي بعديها نقسمها ونوزعها. مال يا ابني نسيطر ازاي ما دام محدش بيوقفنا عند حدودنا؟ نسيطر براحتنا. يلا بينا. يلا بينا. استنى عندك يا سيوفي باشا. ايه ده؟ بيه مستعجل ليه؟ ايه انتوا ما رحتوش جمصة ليه؟ ما هي جمصة قفلت. طب ما رحتوش راس البر ليه؟ راسها اتقطعت. احنا جينا هنا. يعني خير؟ ايه اللي رجعكوا تاني امال؟ ما قريتش جرايد النهارده يا سيوفي باشا؟ الجرايد. الجرايد اللي انت بعتها له. الله، دي صورتي. صورتي وانا لابس ازرق. يا دي صوره جميله على فكره. دي لما كنت في مؤتمر بتاع مش عارف ايه بتاع سجن تراتون، صح؟ لا مش دي صوره سجن تورا، الثانيه عليها رقم الموبايل كده. لا مش دي، مش دي. بس الصوره حلوه قوي. جميله والكلام اجمل. ايه؟ مكتوب نصاب وحرامي وعامل فيلم علينا وحوار. الله 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 الله. يا جماعة يا جماعة، ايه اللي انتوا بتعملوه عليا ده؟ معقولة؟ ده انا فاضل كده حاجة واحدة بس، يخش واحد يقول لي انا فلان الفلاني المقدم فلان الفلاني ويقبض عليا. هو ده اللي انا مقدم فلان الفلاني. كنت في مباحث الاداب ولسه متحول لمباحث الشواطئ. بقالك قد ايه؟ 3 سنين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. كده كملت بقى، كده يبقى كملت، ملناش حجه. بس مش معقوله يعني حضرتك هتقبض عليا انا والعصابه بتاعتي لوحدك؟ لازم يكون معاك قريبك الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي. والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجال.